السلام عليكم متابعيني الغوالي، يا رب ان شاء الله يكون الكل بخير. اخوتي طبعا هواي دا يسألوني بالتعليقات انه احنا مقبلين على موسم صيف، وبالنسبة للحب اللي يطلع بالافراخ او ما يسمونه الجدري. فيا حبيبي الطريقة كلش سهلة ورخيصة الثمن ومتواجدة عندك بالبيت. كل ما عليك انه تجيب سيم مال بق، هذا يكون سيم ناعم. اذا تريد عندك برج تغلف البرج، او اذا عندك خانات تغلف الخانات. والاهم من هذا انه شغلة بسيطة اللي هي بطل مال مي صغير او بطل مال مي كبير، انت براحتك تخلي بيه ربع غاز وتزرف البطل من فوق. هسه مثل ما تشوفون قدامكم يتزرف البطل من فوق وتعلقه بسيم وتخليه داخل الخانة أو خارج الخانة. أنا أفضل إذا خانات تكون خارج الخانة أفضل، بينما إذا برج كبير لا، تخليه ببسط البرج وتعلقه، لأن البق ما راح يجي على ريحة الغاز. وهاي الطريقة طبعا هواية مستخدمينها وطريقة فعالة، وأنا مثل ما تشوفون قدامكم أنا واحد من الناس مستخدم هاي الطريقة. ويا رب ان شاء الله يكون الكل استفادوا. ولا تنسون اخوتي الغوالي اهم شيء المتابعة على القناة وتسوون اعجاب للفيديو. تحياتي لكم.